السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إلكتروسيس من نواحي أكادير. أشكركم على المتابعة وعلى الدعم دائما للقناة. وكنقول لكم بأن الدرس اليوم هو فك مشكل إيكولينك أوبن في 9 المتوقف على البوت أو أي مشكل أو البلوكاج على القناة. كنفكوه بهذه الطريقة. إذن غادي نشوفوا بلاصة اليو اس بي تكون سليمة تكون تخدم. كان فيه جوج بلايص نديرو وحدة نطفيو الجهاز وغادي نجيو الحاسوب مع اليو اس بي. إذن أول حاجة غادي نديروها هو نفورماتيو اليو اس بي على شكل فورماتي هكا على شكل فات 32 هكا ونديرو ديماري. إذن من بعد ما نفورماتيو اليو اس بي يعني انا ديجا درتها غادي نكتبو واحد المجلد خاوي واحد الدوسي خاوي غادي نديرو فيه في فيل يعني او اس اف اي ال او اس وغادي نحطو فيه هاد السميه هاد الفلاش اللي غادي نتيليشارجيو او نخليه لكم تحت الفيديو ان شاء الله. غادي نسميوه جي اكس روم بين يعني غادي نبدلو غير هاد السميه وانتم ان شاء الله غادي تلقاوه بهاد الاسم. واذا غادي يكون بوحدو كما درنا دابا دخلنا لليو اس بي ونلقاو فيل او اس وغادي نلقاو هاد الفلاش الاخير ديال هاد الجهاز. اذا اشنو غادي نديرو؟ غادي نحيدو اليو اس بي ونمشيو للجهاز. إذن غادي نمشيو للجهاز والحاجة الأولى غادي نديروها نطفيو الجهاز ميشعلش نديرو اليو اس بي ونوركو على البوطونة هادي هاد البوطون كيف هنيكو نوركو عليه قبل وما نشعلوش المهم نوركو عليه عاد نشعلوه. إذن أشنو غادي نديرو؟ اسمحوا لي غادي نحط التليفون. إذن غادي نورك عليه هنا بحال هكا ونشعلو في نفس الوقت. غادي نسبق إذن غادي نسبق هاد البوطون نورك عليه هو الاول. شنو غادي ندير؟ ملي غادي نسبق يعني غنخليه عليه صباعي بحال هكا وغادي نمشي نشعل من البوطون ديال الباور وغادي نتسناو الجهاز يشعل. ما نحيدوش الصباع من هاد وديك الساعة ملي كيدوز عاد غادي نحيدو الصباع على هاد الساروت ديال الشعل الأمامية وغادي نتسناو تحديث الجهاز تمر بسلام إن شاء الله. ولا تقطع الضو ولا شي حاجة راه غادي يرجع يوقف لكم على البوت. وحنا غادي نتسناو دابا يقوم الجهاز بتمرير الروم يعني الفلاش الأخير ديال هاد الجهاز. المهم غير ما نقيسوش ولا حيت هاد الجهاز راه داير 1100 درهم ماشي ساهلة تجيك 1100 درهم تعطيها في الجهاز وصدق لك في مشكل وما تعرفش كيفاش غادي تصلحو. والناس اللي متابعينا دائما الى كان هذا اول زيارة لك لقناتنا كنتمنى تشاركوا يعني تقوم بالضغط على زر سبسكريب او اشتراك. وغادي نخلي لكم ان شاء الله اللينك ديال هاد الروم. إذن بعد انتهاء تمرير الروم أو الفلاش لإصلاح المشكل البوت أو البلوكاج على أي قناة
غادي نشوفوا الجهاز. غادي نديماري وكيتعطل شويه ملي غادي يشعل في الاول، نقطعتي عليه الضوء، نحيدو ليه السبي. دان هنا هو الجهاز مقد، وكنشكركم على المتابعه، وكنقول لكم اللي مازال ما شاركش الا كان هذا اول فيديو لك تشاهده على قناه الكتروسوس، اتمنى ان تشارك بالضغط على الزر سبسكرايب او الاشتراك او وضع لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.